الخدمة قدمت أدلة قاطعة على وجود العقود هذه. هاكم على وزارة العدل الأمريكية، على موقع وزارة العدل تجب تدخل سيرياف تلقاهم. وزارة العدل الأمريكية بالنسبة لنا احنا ثم عقود يجب أن تقدم، إذا كان ثم عقود باسم النهضة تتقدم باش نناقشوها. احنا مازلنا ما لقيناش الفرصة في أنه نناقش هالعقود هذه، كما قلت لزوج أسباب، أولا لأن العقود ما تقدمتش، وثانيا لأنه ما قدم هي تصاور تاع انترنت باللغة الإنجليزية، حتى المحكمة استنكفت عن أن تطلب من أحد خبراء المحكمة من أنه يترجمها للغة العربية ليتسنى نقاشها من طرف هيئة الدفاع. وبالتالي اللي قاعد يتقال هذه الكل، هذه كله مجرد تداعيات واستنتاجات، ولكن على مستوى الوقائع والأدلة إلى حد الآن ما ثم حد شيء. هذا على الأقل اللي قاعدين يتابعوا فينا على ديوان اف ام بوينت، وإلا على على اليوتيوب ديوان اف ام لايف. هو عقد من العقود المنظمة مع شركة بي سي دبليو في 2021، قاعدين نشوفوا فيه بمبلغ 30,600 دولار. ابقى معي سي رياض الشعيبي، طارق الكحليوي عنده تدخل معك. لا هو نحن مش فقط عنا صور، هو بالحق كتاب فما صورة، فما إمكانية متاع الفوتوشوب، معناه هذا معروف. أنا ساعة نقول اللي السياق العام اللي فيه أسئلة كبيرة حول استقلالية القضاء بالفعل يطرح القضية هذه في وضع صعب، أنه معناتها تلقى أنه إجرائيا وكذا والسياق العام موضوعيا يخلي أسئلة حول استقلالية القضاء. وطبعا أنا حركة النهضة تقول لك أنا ما هوش وضع عادي بتاع قضاة، مش كيف قبل 25 جويلة تم حل مجلس على القضاء وإلى آخره. لكن في المقابل عنا معناتها جزء من عامين لحركة النهضة تقريبا أقروا بوجودهم، معناها العقود هذوما. أولا زياد العذيري وقت اللي كان يشغل صفة أمين عام لحركة النهضة في شهر أكتوبر 2019، 4 أكتوبر 2019، في تصريح للزملاء في ميدي شو قال فيه نفى أنه وجود عقود بين حركة النهضة كحزب تونسي وشركة لوبيينج، لكن لا قال جست هنكمل رياض لحظة سرياض لحظة سرياض لكن قال للتدقيق هنكمل ما بعد علق لحظة برك نكمل. قال أنه الأمر يتعلق بقيام أنصار ومناضلي النهضة في الخارج بحملات للتعريف بصورة الحركة في الخارج في إطار ما سماه الدبلوماسية الحزبية الشعبية في الخارج، وهذا لا مشكل فيه وليس مخالف القانون. يعني عنا أمين عام يعرف، خاطر توا الرياض قال نحن ما نعرفوش، عنا أمين عام في 2019 قال نعرف، ما نعرف شنو صار مع دبراتيكمو. عنا سيد العجمي لوريمي الأمين العام الحالي لحركة النهضة اليوم دايور في مع زملاء في اليافام قال براتيكمو الجملة التالية اللي هي فيها قرار أنا في بالي، لم نعقد أي عقد مع مجموعة لوبيين في الولايات المتحدة للتأثير على القيادة السياسية في واشنطن لاتخاذ قرارات ضد تونس. معناتها كان ما ليس لوبيين من أجل ضد تونس، معناتها هذه الحاجة كذا. دونك أنا شوف هنا عنا وضعية هجينة قضية أنا نعتبرها جدية الحقيقة، ويلزم تكون يقع تعامل معها بشكل جدي. لكن السياق العام الموضوعي لوضعية القضاء اللي فيه تشكيك في استقلالية القضاء اللي هو ماهوش تفدليك، معناتها فعلا فما هيئات دولية انتقدت الرئيس التونسي والسلطة الحالية في علاقة باستقلالية القضاء، هالسياق هذية ما يخليش انه نعملوا قضية كيما كي تمشي في إطار اللي فيه احترام كامل للإجراءات. أما الحديث اللي ما فماش رابط في وزارة العدل الأمريكية فيه هذا في اسم الشركة وفي اسم رابط مش تصاور لا رابط لا 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 أما رابط بتاع وزارة العدل فيه هذا رابط رسمي بتاع وزارة العدل الأمريكية. لازم تدخل وزارة العدل الأمريكية تاخذ بالعام تلقى راه كل لي كونترال كل حتى الدولة التونسية في 2010 طبعاً عملت كونترال لوبينج، معناها كل الدول معناها خلينا نعطيك الكلمة سيريات تفضل. شوف اولا بالنسبه لتصريح زياد العذاري هو بناها على فرضيه، قال ولنفرض انه هذا صار فانه هذا كذا كذا، وبالتالي ليس اقرار وانما هو مناقشه للفرضيه. بالنسبه للكلام اللي قال اليوم انا مستغرب انه اليوم طارق يفهم من تصريح العجمي انه اقرار ضمني، غريب يعني هذا تحميل الكلام على غير وجهه، لأنه العجمي نفى نفي كامل الأمر هذايا، والحديث على أنه عم لوبي ضد تونس وكذا وكذا هذايا
في نطاق التداعي نتاع استكمال الجمله وليس اقرارا به. وبالتالي انا ننفي نفي كامل الكلام هذا وننفي انه يكون مقصد الامين العام للحزب هو الاقرار الضمني بالامر هذا. لكن رياض في الاخير هو رياض راه ما فماش لي نفرض بالنسبه لتصريح زياد العذاري ما فيش لي نفرض. لا لا هذا هو السياق هو هذا. لا مش سياق نحكي على شنو قال. ما قالش افتراض قال امر يتعلق بكذا. لا 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 هذاك مش تزق في الاخر لكن كي تاخذ كلمه من الاول قالوا راهو احنا ما عندناش ولنفرض انه هذا صار فانه ربما يكون انصار النهضه وكذا وكذا البر وبالتالي ما عندناش حتى دخل في الموضوع هذا. ولكن احنا ننفي ونفي كامل الامر هذا. واضح معناه في الاخير تبقى المسألة فيها شيء من الجدية لأنه فما النهضة بارتي هذه أنت تنفي بطبيعة بعد هذا احنا القضاء هو بعد من سيقرر في الأخير كان فما تمويل أجنبي أم لا. لكن أنا اللي ما فهمتوش كيفاش حركة النهضة قاعدة تتفرج من 2014 ل 2021 في طرف قاعد يمول ولا ما في بالكمش بالكل بأنه فما خاطر بعد فما أثار راهو فما 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 لقاءات فما ديزانترفيو تعملوا في صحف أمريكية فما لقاءات صارت في الولايات المتحدة الأمريكية يعني وكأن الفلوس هذه اتحطت والشركة اللوبيينج هذه بعدها قامت بالعمل نتاعها وصارت علاقات وسائل اعلام اجنبيه. شوف سي معز احنا تو ماناش باش نعاودوا ننصبوا المحكمه في الاعلام هي المحكمه قائمه وتناقش في الموضوع. سامحني فقط الملاحظه احنا اعتراضنا وين؟ انا قلت بوضوح قلت احنا رانا ماناش رافضين انه اذا كان ثم قضيه تتقدم باش نقفوا قدام القضاء وندافعوا على انفسنا. ولكن راهو اي محاكمه اي شخص اي جهه متهم بريء حتى تثبت اتهامه ويتمتع بالضمانات الكافية اللي تخليه يدافع على نفسه. احنا ما تمتعناش بهذه الضمانات اللي تخلينا ندافع على انفسنا. مقرنا مغلق ووثائقنا كلها معناها مصادرة وما تمكنناش من الوصول لها. التقرير بلغة اجنبية موقعش ترجمته للغة العربية كما ينص على ذلك القانون. يعني احنا ما خديناش الضمانات والوسائل الضرورية اللي باش هيئة الدفاع نجم الدافع بها على انفسنا. فاحنا قعدنا نناقشوا في المسائل الاجرائيه ما تخلناش في الاصل وقت اللي تتوفر الضمانات للاجرائيه الضروريه اللي يتمتع بها كل متهم وقتها تو ندخلوا نناقشوا في الاصل. ولكن ما دام الضمانات هذه ماهيش متوفره هذه تكشف بوضوح انه ثم استعجال في البت في الموضوع بخلفيه سياسيه تصفيه طرف سياسي والا للتنكيل برئيس الحزب. بل حتى قعدنا نناقشوا المحامين هيئه الدفاع قعدوا يناقشوا مع رئيس المحكمه ومحاكم التحقيق يا هل ترى المحال في القضيه دي هو الممثل القانوني للحزب والا راشد الغنوشي. واصر التحقيق واصر رئيس المحكمه على انه المحال هو راشد الغنوشي وليس الممثل القانوني للحزب. وهذا واضح انه تم استهداف واضح للشخص في حين أن القانون يقول راهو الممثل القانوني للحزب هو الذي يحال. وبالتالي القضية ما هيش متعلقة برجل الغنوشي بصفته الشخصية ولكن بصفته ممثلا قانونيا للحزب. بالنسبة لرفيق عبد السلام علاش شنو علاقته بهذه القضية؟ يقع حشره أيضا في الموضوع لأنه له ممثل قانوني وله رئيس الحزب. لماذا رفيق عبد السلام؟ ايه هذا هو فاللخبطة القضائية هذه اللي عايشينها في البلاد واللي ما نفهموش القضايا كيفاش تتظلم وكيفاش تتركب. معناها نجم اي واحد يلقى روحه في قضية ويلقى روحه واقف قدام القضاء ويحاكم وهو مش عارف شنو التهم المتهم بها. واضح. شكرا لك سي رياض الشعيبي قيادي بحركة النهضة على كل هذه التوضيحات.